السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في حاله جيده وتكونوا بخير وعلى خير. وصباح النور عليكم، ان شاء الله تكون الامور مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الروتين من الصباح حتى العشيه، او لا كيفاش كيدوز النهار، لان المده هذه ما درت معكم شي روتين. فالوقت ديال المدرسه كيف كتعرفوا الدراري كيرجعوا للقرايه، ضروري نفيقوا بكري باش ننظموا وقتنا ويبقى لنا النهار ويبقى لنا وقت ليهم للدراري، ما بقاوش غير النهار كله في الكوزينه. فاول حاجه كنديرها، لان هذه البنات راه تقريبا 5:30، باقي 6 ما وصلت، غادي نصوب واحد الحريشه للفطور. غادي درت هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه وواحد ديال السميده الغليظه، وهنا درت عليهم تقريبا واحد المعلقه ولا جوج ديال زيت الزيتون، رشيشه ديال الملح، حرشه ساهله مهله، 2 معالق صغير، ورين هذوك المعالق راه الصغار ماشي دوك الصغار العاديين. غادي ندير واحد تقريبا واحد الكيس ديال الخميره ولا نصف كيس، وصافي. غادي ندير واحد المعلقه ديال السكر، كتبقى اختياريه. هاد الحرشه هادي نديرها في المقله، يعني مشاركه في القناه عندي، شاركت معكم بزاف ديال الانواع ديال الحرشه السائله في الفران والاخرى الصغار ديال المقله، ولكن هاد الكبيره هادي ديال الفران مازال ان شاء الله نحط لكم فيديو هكا يكون بوحدو. ولكن هادي كنديرها دائما في الايام العاديه ديال السرعه ديال الزربه. غادي نحيد واحد شويه من بعد ما خلطت داك الطحين والزبده، داك السميده والزبده، باش هكا ينسجموا بيناتهم. صافي غادي ندير ليها الماء هنا، واخا ديروا لها الماء شويه هكا راه كتشرب، كتخليوها ضروري كنخليها ترتاح واحد الوقيت، نغطيها واحد تقريبا واحد 5 دقائق ولا بين ما ندير عاوتاني شي حاجه هكا. بالنسبه للطريقه باش كنظم العمل ديالي، فكن كندير حاجه من هنا وكندير حاجه من هنا، يعني ما كنبقاش كنتسنى نحط واحد الحاجه ونبقى نتسنى حتى توجد عاد غادي نكمل. يعني فوق ما لقيت واحد الفرصه كنغسل شي كاس، كنغسل، المهم ما كنبقاش راسي باش نربح الوقت. صافي واحد المقله، الا كانت المقله عاديه ولا المقله ثقيله فدهنها بشويه الزيت، هذه ما دهنتها بوالو، رشيت عليها غير شويه من داك الخليط اللي كنت نقصت. صافي غادي نحط عليها الحرشه ونديرها تطيب بطريقه عاديه. غادي نبسطها، هذا القياس اللي كندير ديال 3 الكيسان كيجيني في هذه المقله هذه، كيجيني هو هذاك، ما كتجيش غليظه وما كتجيش رقيقه، يعني كيجي السمك ديالها متوسط. وصافي غادي نديرها على عافيه مهيله فوق البوطه تطيب على خاطرها، ونقلبها بالطريقه العاديه، يعني ساهله الطريقه ديال الحرشه معروفه، ولكن كتجيني انا في هذا الصباح كنديرها اكثريه في الاوقات المدرسه، كتجيني ساهله وكتسمى شي حاجه هكا اللي يلاه طايبه الدراري ملي يفيقوا. فكيف ما قلت لكم البنات دائما في وقت المدرسه ضروري خصنا ننظموا الوقت ديالنا ونفيقوا بكري ونعسوا بكري، باش هكا يكون الوقت للدراري ديالنا، وملي يفيقوا يلقاو الفطور ونعاونوهم يلبسوا ونعاونوهم هكا. حنا كنعلموهم وحنا كنعاونوهم، ماشي غير نعلموهم يعتمدوا على راسهم، ولكن في نفس الوقت خصنا دائما نساعدوهم انهم باقيين صغار. صافي غادي نبقى نكرس بهذه الطريقه هذه، حتى غادي نطبقها في هذيك المقيله كلها ونخليها تطيب كما قلت لكم. وهذا راه الصباح بكري، انا دائما في الوقت ديال القرايه انا دائما كنفيق بكري وكنسالي جميع الاشغال ديال البيت، من السياق، من جميع الدار هكا ديال هاد الاشغال اليوميه العاديه كنساليها دائما في الصباح. يعني العشيه كتبقى ديالي، كنمشي فيها لاصال ولا كنمشي عند كنزور العائله ولا، المهم كيبقى العشيه كتكون ديالنا، ما كنبقاوش هكا يكون عندنا فيها الشغل. يلا غير كنحطوا الدراري ياكلوا ونشوفوا المراجعه ديالهم، واللي نديو لاصال يمشي ولا، وحنا هكا في نفس الوقت هذيك الحرشه كطيب، وانا غادي نغسل هاد المواعنات هادو، ما تخليوش المواعن يتجمعوا. انا دائما كان باش نربح الوقت في الصباح، لان قد ما كنكونوا هكا مفرطين في الصيف وما منظمينش وما كنفيقوا حتى كان، يعني ما كتكونش الوقت هي هذيك، ولكن وقت القرايه والمدرسه فكل حاجه خاصها تكون في وقتها. يعني ضروري ملي يجيو يلقاو الغداء موجود، يلقاوكم ساليه، يلقاوكم ماشي حتى يجيو يلقاو الشغل باقي ما ساليناه، عاد كتبقى يعني تعصبوا عليهم ونغوتوا عليهم. يعني حنا خصنا اولا واحد الحاجه ملي نفيقوا بكري البنات، فضروري من الفيق بكري، وضروري هكا ما نهزوش التليفون، لان الا هزيناه في الصباح هادي لهاد القناه لهاد الخبر لهذا، يعني فكيمشي الوقت بلا ما نعيقوا به. هادي الصفاره ديال الكوكوت اللي حطيت انا، درت ليها واحد الكاس وحطيت فيها جافيل من البارح في الليل، وراه حتى الصفاره العاديه نفس الطريقه كندير لها، كديروا جافيل في الكاس وتحطوها في الصباح، الصباح كتلقاوها سبحان الله كتلقاوها طلقات دوك القشور، حتى الصفاره ديال المعدن العاديه كتلقاوها تغسلات بوحدها بجافيل، كتحكوا شويه واحد الشيطه ديال السنان بحال هادي. هذوك الماركه الرخيصه اللي كتكون قاصحه دائما تكون عندكم، يكونوا شايطين هكا استعمالات متعدده، لان الشيطه ديال السنان دائما كتعاون هكا في الدار في التنظيف. وصافي غادي نقلب الحريشه ديالي، انتم شفتوا راه طاب ديك البليصه اللي مازال خضره شويه، مازال غادي نقلبها على الجهه الاخرى باش تحمر ليها، باش يجي الطياب ديالها كله موحد. فهي دغيا كطيب بين ما كتصاوبوا اتاي،
سهلة صافي. غادي نوجد هذوك المرافقات، ندير شوية ديال زيت الزيتون، شوية ديال الكونفيتير، يعني أي حاجة، أي حاجة كاينة عندكم. زيت أرغان، زيتون الكحل، وشوية ديال التمر، لأن هاد الوقيتة راه كاينة التمر جديدة ما شاء الله، كاينة موجودة بكثرة في السوق، يعني هذا هو الوقت ديالها، والدراري في هاد الوقت خصهم يتناولوا التمر. وغادي نعمروا البريد ديالها تاي، هادي البنات راه القريعة ديال العسل. صافي نقلبوه ونخليه، لان باقي وقت الفطور باقي ما وصلت فيها حتى السبعة مازال الحال. فغادي يلا ستة وشي حاجة هادي، غادي ان شاء الله نهبط لتحت باش نعجن الخبز، نحيدو عليا باش ملي حط ليهم كيفطروا نكون بعدا عجن الخبز كيخمر، يعني ما تضيعوش الوقت في هذا الصباح توليو كديروا حاجة هنا وحاجة هنا وتنظفوا هذه البلاصة يعني باقي الحال الصباح بكري هذا، فما غاديش نسخن الماء، كاين الوقت اللي عندي الوقت يعني حتى يخمر على خاطرو بلا ما نسخن الماء. فهنا درت الماء، درت عليه الخميره وكنقللها ما تكونش كثيره، ودرت ثلاثه ديال هاد القياسات ديال الفرص الحرش، وحده ديال الفينو او السميد الناعم، وهاد التاليه البنات راها هاد التاليه راه القمح او الزرع، وغربلته من النخاله ديالو، حيت ليه النخاله ديالو. صافي كنعجنو هكا ونخليه يرتاح، نغطي حتى يخمر ونطلع. فيق وليداتنا هكا يقراو، وكتكون ملي كنفيقو بكري وكنحطو الفطور بحال هكا وكنكونو فايقين سابقين سابقين هكا صحاب الدار، فسبحان الله العظيم كتحسو بواحد النشاط وبواحد القوة. هنا حطيت واحد زلافة ديال الكرموس، لأن الكرموس في هذا الوقت موجود، يعني ما شاء الله هذه هي الوقت ديالو هو والتمر جديدة. وصافي العجينة ديالنا هي طلعت، ما خليتهاش تخمر بزاف لأنه باقي الحال. غادي نكرصها ونخليها حتى تخمر مزيان على خاطرها، عاد غادي نشعل ليها يطيب الفران، كيطيب دغيا. انا قرصتو، غادي نغطيه غير بواحد الزويفه هكا رقيق، وصافي غادي نطلع نكمل دوك المعنات ديال الفطور. انتما شفتوا راه يعني كندير حاجه ونكملوا حاجه باش نربحوا الوقت، يعني دائما خصكم يبقى لنا ديك العشيه تكون ديالنا، او لا شي حاجه هكا للطوارئ، الله يبعد علينا كل حاجه خايبه، يعني بحال هكا بغينا نمشيو لشي بلاصه ولا بغينا نمشيو نقضيو شي غرض، المهم نكونوا مسالين، ما نخليوش الشغل في الصباح. حيدو التصياغ، حيدو التصبين، ديرو التصبين في الماكينة يتصبن، أو نصبنو الحاجة اللي تغسل باليد. المهم بالنسبة لهاد المعنى هادو فما غاديش نبقى كنغسلهم قدامكم، فغادي نقطع الفيديو باش ما يجيكمش طويل، حتى غادي نغسلهم يعني ساليتهم. فهاد الوقيتة هادي غادي نجبد واحد القريعة د العطرية، قد ما كنقيسوهم باليد فكيتوسخو بزاف، وضروري هكا نبقى ندوز لهم، غير خص يكونوا مسدودين مزيان، راه واخا ما تخويوهمش دوزوا ليهم الحلفه هكا ولا هاد الجيكسه هادي. صافي كتشللوها وديروهم يقطروا وتمسحوهم وتردوهم ويوليو كيشعلوا. ولكن الفكره اللي كندير انا في هاد العطريه هادي كنصاوب منها واحد القرعه مخلطه، مازال ان شاء الله غادي نشاركها معكم في واحد الفيديو يكون مستقل. فكندير واحد القريعه كندير فيها جميع انواع العطريه بالقياسات المختلفه، يعني الا كنديروا غير شويه ديال البزار في الطويجين ديالنا فما غاديش يكون في العطريه قد قد واحد النوع اخر ديال العطريه، فكنقصو حتى هو وكنخلط. وهنا مسحت البوطه، هذا راه الصباح البنات راه باقي الحال، ودوك المعنات والقريعات هنا رجع بعد ما الحمد لله ساليت الاشغال ديال الصباح، يعني باقي ما وصلت التسعود ديال الصباح، فالخبز طاب، غسلت المواعن، جمعت الكوزينه، بقى ليا ما سيقتش، فغادي نبقى كنوجد الغداء، يعني واخا اليوم الجمعه ما درتش الحاجه اللي كيديروا المغاربه كلهم في كل جمعه، يعني كيديروا الطعام ولا الكسكس او السكسو، فانا اليوم ما درتوش. فغادي نبدا بواحد السلطه ان شاء الله غادي نقدمها لكم، كتجي رائعه، كناكلوها في المطاعم، كتكون مرافقه هكا للدجاج اولا الشوا اولا، فكتجي لذيذه بزاف، وزدت فيها واحد الاضافه هي كتكون ملي كيعطوها لينا مذاق بين الحلو والحامض اولا المالح، فانا غادي نزيد فيها واحد الاضافه، كنزيد فيها دائما معلقه كبيره ديال الزبيب على الشكل هذا، فهو كيتواتى بزاف بزاف مع المكور. غادي نحتاجو ان شاء الله ربعه ديال المكور، 250 غرام، يعني هذه مكوره ديال كيلو، كنقسمها ملي كنجيبها كنلوي في السلوفان، يعني هذه ربعه، هادو جوج ديال الجزرات، ما ديروش الجزر يكون اكثر من المكور، يعني السلطه ديال المكور في الاساس. غادي نحتاجو ثلاثه المعالق كبار ديال المايونيز، وثلاثه المعالق ايضا كبار ديال الخل، هنا الخل ديال الحمض. بالنسبه لهذا الخل فهو العادي ديال الشلاضه اللي كنشريو، كان انا كن يعني هاد القريعات هادو كنستعملهم. غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وراس معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، وواحد الياغورت الطبيعي هذا هو اللي غادي نحتاجو، ومعلقه زبيب كما قلت لكم. فهي كتبغي تحضر في الاول باش تبقى في الثلاجه تشرب بهذيك لاصوص، بهاد الصلصه هذه اللي غادي نديرو. فبسم الله غادي نبداو نصوبو في لاصوص اولا في الصلصه. بسم الله غادي نبدا بالخل، فهاد السلطه كتقدم بزاف بزاف المطاعم،
يعني دائما ملي كنطلبوا شي حاجه هكا ديال اللحم اولا الكفته مشويه اولا الدجاج اولا الحوت اولا ينفع كيقدموها بزاف. هذه هي الطريقه يعني سلطه المكور 3 المعالق يكفي. غادي نضيف هذا السكر سنيده، فدائما كيكون فيها الطعم ديال الحلاوه مع الطعم ديال كما قلت لكم ديال هذا المذاق ديال الخل والمايونيز. بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم فما يستعملوش السكر وما يستعملوش المايونيز، لان المايونيز كيف كتعرفوا فهو كله دهون. بسم الله. نحاول نديرها كلها، حتى المذاق ديال الزبيب فهو كيتواتى معها بزاف، لان دائما كاينين بزاف ديال السلطات ديال المكور من غير هذه الطريقه هذه فكيكون فيهم المايونيز، كيكون فيهم عفوا الزبيب، فكيعطي واحد الدلية رائعه بركه. لو بغيتو ديروا حتى 3 المعالق كبار فممكن، انا هنا اكتفيت غير بجوج عامرين، يعني هادو راه بحال معلقه كبيره لان عمرتهم بزاف. صافي غادي نخلطوا هذا نخلط هاد الصلصه هادي، من بعد غادي نخوي المكور. دائما كما قلت لكم المكور يكون كثير جوج المرات اولا 3 على الجزر اولا خيزو. هاد القياس هذا راه 250 غرام ديال المكور، وغادي نضيف الجزر. انا الجزر هنا راه عصرت عليه شويه الحمض باش ما يتبدلياش اللون. الجزر حكيته في الحكاكه الغليظه، اما المكور فقطعته رقيق، ما تحكوش المكور باش ما يوليش لكم هكا بحال، يعني بغينا الطريفات ديالو يبانو. غادي نضيف ديك المعلقه ديال الزبيب اللي كما قلت لكم انا كنضيفها، وغادي نضيف هذه الصلصه هذه، كتجي واحد السلطه اللي هي رائعه. ممكن تستعملوها حتى ملي يكون عندكم ضياف اولا للتشوي واللحم اولا الدجاج اولا الحوت، اي حاجه درتو فيها كالمشاوي فكديروا معها هذه السلطه. فغادي نخلطها مزيان وغادي نحطها كما قلت لكم في الثلاجه باش هاد لاصوص هادي تشرب لينا مزيان مزيان بهاد المكور، لان المكور كيبغي يشرب الصلصه ديالو. فغادي نخلطو ان شاء الله وغادي نتلاقى. هذه هي السلطه ديالنا ديال المكور اولا الكولسلو، فكتجي بحال هاد الطريقه هادي. غادي نحطها في الثلاجه كما قلت لكم حتى نبغي نقدمها ان شاء الله، وغادي تشوفوها في الطبق ديال التقديم. غادي ندير شويه ديال الدنجال يتشوى باش ندير شويه ديال السلطه ديال الزعلوك. فالدنجال ملي تبغيو تشويه فوق البوطه فمن الاحسن تحيدو هادو باش هنا يدوز ليهم الطياب. صافي، فمن الاحسن اي حاجه تابعنا نحيدوها واخا الصباح واخا باقي الحال، وباش كتوصل لنا هكا وقت الغداء وحنا مساليين. ملي كيجيو الدراري للمدرسه كيلقاو كلشي واجد، يعني ما كيبقاش داك يلقاونا باقي مسالينا، ولا كيشد لنا الوقت عاوتاني العشيه اللي بغات تمشي لاصال ولا اللي بغات تمشي تقضي غرض ولا تهلا في راسها ولا، يعني هادو هما المزايا ديال الفياق بكري والشغل الصباح بكري. وبالنسبه للطبق الرئيسي فغادي ندير هنايا قطبان نشوي، يعني غادي نشويهم من بعد ما قطعين هكا رقاق. غادي نحتاج لهم واحد البصله مشلطه باش غادي نصوب لهم هاد الشرموله ديالهم. غادي ندير بصله مشلطه يعني شلطه غير باليد. غادي نضيف ايضا الربيع المعدنوس والقزبر، ولا كانت الثومه طريه كديروها كتحكوها. انا هنا غادي ندير هاد التوابل هادو، هذه هي الثومه بودره وتحميره، وهذوك التوابل اللي فايت عليا مشاركه معكم حطاهم في فيديو ديال عطريه مخلطه الخاصه بهذا الجهاد الجنوب الشرقي، ففيهم كما شفتوا سيبيسه وفيهم قعقله وفيهم جميع التوابل، فكنديروا منهم حتى هما معلقه صغيره. كنديروا واحد نص معلقه صغيره ديال البزار، واحد معلقه صغيره ديال الكمون، وهذا الزعتر مطحون، واحد الورقه ديال سيدنا موسى، وهذا اليزير او اكليل الجبل. فهو غادي معكم بيديا، هذا راه محيداه وغسلاه ومنشفاه يعني نقي. غادي غير نديرو فوق هاد الشرموله هادي، هذا نسبقو باش نحكو مزيان. يعني الا بغيتو طحنوه طحنوه، ولكن انا كيعجبني يبقى باين هكا يبقى باين هكا في الحش في الشرموله ديالنا اولا، فكيعطي واحد اللذه اللي هي رائعه لهاد الاشياء اللي كنشويو. وغادي نضيف الملحه غير القليل عفوا، يعني ما تكثروش باش ما يجيبوناش مالحين بزاف. ندير واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نكمل بزيت المائده. هنا غادي نضيف واحد الكميه ديال زيت المائده باش يجينا كافتي ويجينا رطب. بالنسبه ليا كتبقى هذه هي الشرموله اللي كتعجبني بالنسبه لهادو ديال اللحم الاحمر، فما كنديرش فيها انا الحمض، كنديرها بهذا الشكل هذا، واللي كيبقى بارز فيها هو هذاك العطريه اللي مخلطه كتعطيها، وهذا الزعتر وهذا اليزير هذا، فكيعطيها واحد
واحد اللي كتكون رائعه. انا غادي نخلط بيدي بلاش من هذا، وغادي نخليه واحد شويه حتى هو نرد عليه الغطاء، بما نبغي ان شاء الله نطيبوه. فغادي نلقاوه تشرب بهاد الشرموله هذه اللي كتكون لذيذه. نتمنى ان شاء الله البنات يعجبكم الروتين ديالي ديال اليوم اولا الروتين الصباحي. فانا كنسالي في الصباح يعني العشيه ما كنبقى كندير والو في غالب الاحيان، الا هذوك الحوايج اللي خصنا بحال خصنا مثلا درنا كاسكروت اولا فكنغسل المواعن اولا بحال هاد الاشياء هادو، ما كنبقاش كنجبد شي شغل اللي هو يعني من اول وجديد، فكلشي كيبقى حتى الصباح عاوتاني. وكنعاود ندير المواعن دائما ما كنبيتهمش، ضروري تبقاو تغسلوهم باش الصباح ملي تنوضوا تلقاو الكوزينه مسوحه البوطاجي خاوي فكتفرحوا تعاودوا ديروا الشغل. ديالنا هو طبيعي يعني ما درتش انا هنا خبزات كبار لان درتهم غير خبيزات صغار، فطبيعه الحال هذا ماشي ديال نهار واحد ولكن ما كنعجنش بعض المرات يوميا حتى بحال نهاريا نهار لا. فهو راه خليته حتى برد عاد طلعته انتم شفتوا ما شاء الله كيكون زوين. من هنا لقدام ان شاء الله عاوتاني غادي نبدا نعجن الخبز ديال القمح الكامل اولا ديال الزرع بوحدو، لان في البرد كنعجن غير الزرع بوحدو، ولكن ملي كيكون الحال باقي سخون شويه فكنخلطو هكا ما يمكنش نعجنوه بوحدو. الجو دابا بقى كيبرد يعني فغادي صافي. هنايا كنوجد هذا داك الزعلوك اللي كنت صاوبتو، هنا شويه ديال الفريت هكا للدراري، وهذيك السلطه غادي نوريها لكم، هذيك السلطه ديال المكور اللي هي كتجي رائعه، حطيتها في واحد الطبسيل هكا اللي هو على هذا الشكل هذا. وصافي هنا غادي نبقى نوجد في الغداء ديالي ونحطو الطبيله ديالنا، يعني هذا هو الروتين ديال هذا النهار. بالنسبه للكوتي اولا الكاسكروت فدرت واحد الكيكه حتى نحط لكم الفيديو ديالها بوحدو ان شاء الله باش ما يجيكمش هذا الروتين طويل اولا هذا الفيديو طويل. هذه هي الغديوه ديالنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو شي حاجه قليله. الخبز ديالنا اللي طيبنا وهذيك الشليضه وهذوك اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ما تنساوش الى عجبكم كما العاده الفيديو اولا الروتين ما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم وتكتبوا لي تعليق من التعاليق ديالكم المحفزه والرائعه. وهذه هي الكيكه اللي صوبت، مازال ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو ديالها يعني يكون هكا بوحدو باش كما قلت لكم ما يجيش طويل. خليت لكم الراحه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.